I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing. بهدف يتيم للهارب كلابا، نقطة الصعود اللي ضيعها الزمالك قدام فيتا ما بيعرفش يلاقيها قدام مازيمبي في الكونغو، وبيكتفي الزمالك بثلاث نقط الهوم في الدور الأول من دوري المجموعات. ويختار سيناريو البحث عن الصعود عن طريق التسعة بونت مع أفضلية المواجهات المباشرة، بعيدا عن سيناريو النقطة العشرة الحاسمة. الهزيمة جت متوقعة وعادية، عاملة كده زي الإعلانات اللي بترخم عليك وانت بتتفرج على أي حاجة بتحبها، بتبقى مستنيها وعارف رخامتها، بس توقعك ليها ما بيقللش من ضيقك منها. منظر ملعب مازيمبي بخطوطه الغريبة بمنطقة جزاء المراسين اللي عند الأول دي بيجيب للواحد كرشة نفس من قبل الماتش بأسبوعين ثلاثة على الأقل. الزمالك لعب 4-3-3، وحيد في حراسة المرمى، فتح الله وصلاح سليمان قدامه، شافي على الشمال، عمر جابر على اليمين، نور وتوفيق ارتكازين قدامهم، مؤمن صاحب الحرية الهجومية، محمد إبراهيم انسايد ليفت، مع حازم إمام كجناح أيمن صريح تحت دومينيك رأس الحربة. أما مازيمبي في لعب 4-4-2 كلاسيك بشكل هجومي كبير، اعتمد فيه على مهاجم تارجت جنبه أواكو كمهاجم 9.5 متحرك، وجناحين أسانتي يمين وكلابا شمال، ضيف عليهم كمان واحد من الارتكازين كان دايما بيزيد من العمق. دفاعيا كان بيلعب بدفاع متقدم لرباعي خط الظهر. الزمالك دفاعيا لعب بعمق كبير، متمركزين على حدود الصندوق، محاولة بين ميلو بخلق كثافة في نص ملعبنا بارتداد حازم وابراهيم لمساندة عمر وشافي. الكثافة الدفاعية رغم وجودها عدديا إلا إنها كانت زي السراب. الأساس والنقطة الفاصلة وحجر الزاوية في الضغط الدفاعي إنك تروح تجيب الكورة من الخصم، مش تروح عشان تتظاهر إنك بتحاول تجيبها منه. الاكتفاء بالتحليل حول العدد في الدفاع لسرب يمان بيرفرف على لعيبة مازيمبي ويدوبك بيضلل عليه. لعيبة مازيمبي كانت بتزيد وتوزع للأجنحة وتضم لجوه، وكل واحد بيعمل اللي على كيفه من غير أي معاناة، وده واضح جدا في هدف مازيمبي المبكر في الدقيقة 13 بعد فواصل من الرخاوة والعك من توفيق وشافي وعبد الواحد وفتح الله. بعد الهدف غابت ردة الفعل تماما لغاية مرور أكتر من نص الشوط الأول، وبالتصوير البطيء حاول الزمالك الظهور هجوميا، اعتمد فيه بشكل كبير على الجبهة اليمنى من حازم اللي خزل ميدو على غير العادة السيزون ده، خصوصا ان كارتيرون مدرب مازيمبي كان منتبه جدا لجبهتنا اليمنى وخلق أكتر من سيناريو لقتل الجبهة دي. قفلها في الشوط الأول بعد تقدمه بارتداد كلابا للمساندة، وكمان ميل عليه الارتكاز ديارة، وفي الشوط الثاني غير الباك ليفت بواتينج بباك ليفت تاني بميول دفاعية أكتر كزوزولا، وخلى أواكو المهاجم المتأخر يمين ناحية الشمال عشان يحجم عمر جابر ورا ويمنعه من مساندة حازم هجوميا. صراحة بعد كل ده ما كانش ناقص غير إنه وقف 2 قناصة في المدرجات يصطادوا حازم لو فكر يعمل أي قلق بعد كده. الراجل كان فايق جدا وواخد باله من تركيزنا على حازم وشل خطتنا بكل الاستراتيجيز الممكنه. تركيز كوتش مازيمبي على حازم وتميله للملعب ناحيه اليمين ما قدرش الزمالك يستغله باستغلال مساحات تانية في الملعب، وده كان الحاله السيئه اللي ظهر بيها محمد ابراهيم ومؤمن في الشمال والعمق وخسرانهم اكتر الكور المشتركه. ده طبعا بجانب المستوى المزري لدومينيك وفشله في الظهور كمحطه لزمايله وسوء تمركزه هجوميا. وطالما فتحنا سيره دومينيك، وانا بصراحه ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده، بس اللي محيرني فعلا ليه دومينيك جسمه تقيل؟ وليه عندنا بقى كده؟ في علم الانثروبولوجي هتلاقي اللاعب الافريقي قوي بدنيا، سريع، فايتر، دي حاجات ثابته بتنزل مع الضمان بتاعه. ممكن ينزل لك معاه اوبشن مهاره فرديه او اي حاجه تانية، انما الحاجات دي بنشتري الجهاز عشانها. لو فكرنا نعمل ديفيلي للافارقه اللي بنجيبهم، هتلاقي افريقي مترهل بيلق في الشورت زي دومينيك، او افريقي قزم زي مارك موبا، او افريقي بنكهه الدب الكسول زي جونيور، او افريقي مرهف في الحس والمشاعر زي كوليبالي. لا، والقنبلة بقى أفريقي بيجيله ضربة شمس زي موسى توري. في الشوط الثاني ميدو بيزق علي مكان دومينيك ويعلي الضرب وينزل جعفر مكان توفيق، بس المشكلة إننا مش قادرين نوصل للثلث الأخير، لا بعرضية ولا بطولية ولا حاجة كانت في القدر مستخبية. وأخيرا بيدفع ميدو بأحمد سمير فرج على أمل إن يلطش كرة ثابتة أو أي حاجة، بس ده ما بيحصلش وما بناخدش من أحمد فرج غير تقل الحركة. الحكم بيتكفل بتكثيف الماتش تماما، لا وتضييع الوقت كمان. الغريب ان الجوله دي التحكيم فيها كان على اعلى مستوى، اتحسب فيها ضربتين جزاء للضيوف فيتا واهلي بنغازي في الدقائق الاخيره. على حظنا بقى جالنا حكم افريقي من بتوع الثمانينات، الحكام اللي كانت بتبقى متعشيه ومتقله في العشاء كمان.
الفيديو اللي معانا ده بيكمل المجموعة الفنية اللي بنجمعها لأخطاء الدفاع. رغم اننا بنلعب بثلاث ارتكازات الا ان مدافع مازيمبي بيتقدم لنص ملعبنا من غير ما حد يكلمه، لاننا اكتفينا بالارتداد من غير ضغط حتى واحنا بنلعب زون. ما ينفعش نسمح لمدافع يزيد علينا بالشكل ده. بص على طريقه ضغط نور السيد اللي بيضغط من بعد متر، وبص على محمد ابراهيم اللي بيكتفي بمتابعه فريمبونج بمجرد النظر، ويسيب احمد توفيق لوحده يترقص ويخرج من اللعبه عشان الارتكاز المتقدم اجي يزيد ويسدد من غير ما حد يضايقه. ونسال مؤمن زكريا فين؟ اللعبة دي بتبين ان الكثافة العددية كانت على الورق بس. أظرف تعليق قابلنا كان على تويتر، كان لمروان قطب اللي قال إن إسلام عوض بذل مجهود في الاعتراض على الحكم قد الجري اللي جرى من أول ما جه الزمالك. محمود، الزمالك إن شاء الله هياخد الكاس مصر وتبقى مبسوط. إن شاء الله. مبسوط عشان الزمالك في كاس مصر؟ إن شاء الله. كان زيي وزيك، وهو بيذاكر بيسرح ويملى الورقة زمالك ويقعد يكتب تشكيل الماتش الجاي، وينام بالليل يحلم بطريقة الإخفاء عشان يخلي الزمالك يكسب الأهلي 20-0. كان بيسب ويلعب مع أي إخفاق ويحلف إنها آخر مرة، بس كنت تلاقيه الماتش اللي بعده أول واحد في المدرج مستني يهتف وهو بيمسك دموعه والروح بالدم هنشجع الزمالك. يمكن أنت بتروح الاستاد أسهل منه. محمود كان بيشتغل عشان يجيب فلوس التذكرة والسفر. يمكن والدك كان قادر يشتري لك التيشيرت الجديد للزمالك. محمود كان بيستغنى عن حاجات كتير عشان يشتري التيشيرت ده. ويمكن انت محتفظ باسمك زي ما هو مكتوب في شهادة الميلاد. محمود اللي الناس كلها عرفته بمحمود حمزة كان مختار باقي اسمه في منتدى زمالك دوت تي في من اسم جمال حمزة، اللعيب اللي كان بيحبه من الزمالك. الشيء الغريب اللي ما تقدرش تعرفه، احنا بنحب الزمالك عشان شبهنا، ولا احنا من حبنا في الزمالك بقينا شبههم؟ مين بهت على التاني، محمود ولا الزمالك؟ مين نحت حياة محمود وبقى فيها كمية الباشن والحب الممزوجة مع الحزن وخيبة الأمل بالطريقة دي؟ مين اختار ان حتى حبنا ومحاولتنا للمساعدة ما تجيبش نتيجة عشان يرحل وهو بيدعي يا رب الكاس، ويسيب لنا نفس المرارة اللي ساعات بيختار الزمالك انه يسيبها لنا؟ مين حدد انه ما يجيش واحنا كلنا مستنيينه؟ مين خلاه رغم البعد والزمن عايش في قلوبنا ورمز الأحزان النبيلة؟ مين فيهم محمود حمزة ومين فيهم الزمالك؟